احنا دائما على راديو اصوات التغذيه والحميه. موضوعنا اليوم يعني اسئله ديالكم غتكون مفتوحه. الناس اللي باغيين يديروا ريجيم يضعفوا ولا يغلاضوا، بغينا نقلبوا على واحد النظام غذائي اللي هو متوازن لينا ولوليداتنا. الا عندك لالا شي مرض مزمن او لا مرض عنده علاقه بالمناعه الذاتيه او للهرمونات، وكتقلبي على الاغذيه اللي غادي تناسب الصحه ديالك، حنا هنا باش نجاوبوا على كل هاد الاسئله مع الدكتوره سناء العناني الاخصائيه في التغذيه والحميه العلاجيه. اهلا وسهلا دكتوره سناء العناني. صباح النور، اش اخبارك؟ الحمد لله، كلشي في امان الله. الحمد لله، الله يبارك فيك. كنذكر الاخوات بالرقم ديالنا 05 22 77 24 24. هذا الرقم ديالنا المباشر لطرح الاسئله ديالكم، وبطبيعه الحال لاله ممكن انك تتبعينا عبر الصفحه ديالنا على الفيسبوك في بث مباشر، وتخلي الاسئله ديالك في التعليق. فمرحبا بكم معنا، واذكر مره اخرى بالرقم، ومشكور فيصل فرفار استقبال المكالمات ديالكم على 05 22 77 24 24. اول سؤال غادي نبدا بها دكتوره سناء العناني يخص الهيكاز في المصارن. واش كاينه شي انواع ديال العطريه اللي خصنا نتفاداوها الا كان عندنا هذا المشكل، خصوصا السكين جبير طري؟ هذا سؤال ديال سعاد من طال بيضاء. بالفعل ملي كيكون المصران شويه مريض كيكونوا فيه غازات ولا كيكون التهاب فيه، من الاحسن نتفاداو العطريه اللي كتكون مجهده بحال السكنجبير والبزار. اييه، وماشي غير هذا الشيء، غنردوا البال ايضا للحوامض، غنردوا البال ايضا للحار بصفه عامه بحال الهريسه ولا الناس اللي كيزيدوا الحار في الماكله. ملي تيكون عندهم هذا المشكل يتفاداو، وخاصه الفواكه وراء الاكل. لان الفواكه الوقت ديال الهضم ديالها قصير، عندها 21 دقيقه حتى نصف ساعه باش كتتم عمليه الهضم ديالها. اذا خصنا ناخذوها هي الاولى، عاد ناخذ واحد الوجبه اللي كتحتوي ربما على بروتينات اللي عمليه الهضم ديالها كتطلب وقت اطول، كتكون واحد ساعتين ديال المكانه ولا ساعتين ونص باش كيتم الهضم ديالها. طيب غادي ناخذ السؤال ديال عفاف معنا من مدينه مراكش. السلام عليكم عفاف. عفاف اش اخبارك؟ مرحبا بك. الحمد لله، بارك الله فيك، دايرين نتوما بخير؟ الله يكبر بك عفاف، مرحبا، تفضلي. لا بارك الله فيك عفاك، بغيت غير نسول الدكتوره سناء الله يجازيك بخير. مرحبا عفاف. على واحد المشروب متداول دابا كيقولوا راه كيعاون باش يخفف لينا البطن ياك، وبغيت غير نسول واش عنده شي اعراض جانبيه يقدر ياثر على الصحه ديالنا ولا لا، ولا مزيان؟ تفضلي، شنو هذا المشروب؟ مشروب فيه واحد الحامضه اللي كنحيدوا ليها القشره ديالها، كنقطعوها وكنديروا معاها جوج معالق كبار ديال زريعه الكتان، وواحد المعلقه صغيره ديال القرفه، ومعلقه صغيره ديال السكنجبير، وإترو ديال الماء. وكنخليوه إترو ديال الماء يكون مغلي مزيان، وكنخليوه يبات حتى الغد، وكناخذوا كاس قبل كل وجبه الا بغينا نضعف. هذا الشيء ولا غير كيتصفى؟ نعم، واش كيتعصر ولا غير كيتصفى؟ لا كيكون هو نزل هذاك المكونات كلها كتكون هابطه مع الصباح، كتخوي غير هذاك الماء كيكون مصفي ما فيه والو. كتشربي كاس قبل كل وجبه الا بغيتي تنقصي في الوزن، زعما تنقصي كلك، والا بغيتي تحيدي غير الكرش كتشربي كاس من وراء الوجبه. انا بالنسبه لي هذا الشيء مزيان، ولكني ماشي الصباح على الريق. الصباح داك الكاس اللي غادي يتخاد على الريق وفيه الحامض، هنا اللي غادي نخاف على 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 التهاب ديال المعده او قرحه المعده هكا. ولكن الا خديناه مثلا قبل من الغداء وقبل ماشي مشكل. العشاء ماشي مشكل. لا ماشي مشكل بالنسبه للناس اللي ما عندهمش مشاكل، زعما بعدا ديجا ديال المعده، يعني ماشي عندهم جرحه في المعده ولا التهاب في المعده وياخذوا هذا المشروب، لان اكيد ممتاز غادي يذوب الدهون، ما كاينش ادنى شك في هذا الشيء. ولكن بالنسبه للناس اللي كيكون عندهم داك الجلده ديال المعده شويه طايبه، فصعيب عليهم غادي يقدر يدير لهم التهاب. اخا شكرا. بغيت غير نسولك، وبالنسبه الى كياخذوه معنا زعما بنيتات ولا وليدات صغار مثلا اللي عندهم 16 سنه 17، ماشي مشكل؟ 16 17 ماشي مشكل، صغار من هكا لالا. بارك الله فيكم، شكرا بزاف. مرحبا لاله عفاف، اهلا وسهلا. فاس معنا فاطمة زهرة. السلام عليكم فاطمة زهرة. السلام عليكم. لاباس عليك؟ الله يجزيك بخير. بغيت نسول الدكتوره العيناني على ود الوزن. انا في الوزن، واخا كندير رياضه في الوزن،
مع العلم كنعاني من تكيس المبيض والهرمونات الغدة الدرقية، ديجا درتهم كانوا عندي مزيانين، ولكن عندي داك أورام الغدة الدرقية عندك دي نودول فيها. اللي نودول اها. وكديري الرياضة وي. قلنا الأكل ديالك كيفاش كيكون؟ الوزن ديالي كنت 74، دابا طالعة 77. وشحال فيك في الطول؟ فاطمة الزهرة أيوة. شحال فيك في الطول؟ متر 57. متر وسبعة وخمسين، يعني نورمالمون خصك توصلي لواحد 63 كيلو. بارك عليك. ونوصلو غير 70 كيلو مزيان. لا 63، 70 غتكوني باقا في السمنة، فهمتي؟ خصك تهربي على السبعة ما تشوفيهاش. 63 كيلو مزيانة. شوف، ما عرفش شنو النظام الغذائي ديالك حاليا، ولكن النصيحة اللي غنصحك بيها هي أنه حاولي تفرقي الوجبات على 4 ساعات عاد تاكلي. اللي دام تلخصيه في 3 معالق كبار، ما تعديهمش، يعني تقريبا واحد معلقة كبيرة في كل وجبة. غادي نحاولوا ناكلوا بلا ما نقلبوا على الشبعة، لأن اليوم الوعاء ديال المعدة ديالك شوية واسع على داكشي اللي خصو يكون. إلا بقيتي كتاكلي حتى كتشبعي زعما حتى لحد الشبعة، راه غتبقاي موسعة وغتزيدي توسعي وتقدري تزادي مازال في الوزن. أنت قلتي كنتي في 74 وطلعتي 77، إذا بقيتي كتقلبي على الشبعة غتقدري تزيدي تطلعي حتى ل 80 إلا ما رديتيش البال. ودائما تنصح الناس بان داك الاحساس ديال الجوع الانسان ما يحاولش يشمئز منه يقنط منه، الا عرف كيفاش يترجمه. شنو معنيت احساس بالجوع؟ الا قدرت نترجمه لراسي ونقتنع بها، غادي نقدر نزيد القدام. يعني الاحساس بالجوع معناتها انني محتاج طاقه، محتاج لان شي حاجه اللي فيها مصدر الطاقه، وحده في الجوج، يا اما غادي نعطيها سهله وغادي ناكل عبر الاكل وغادي ناخد داك الكفايه ديالي ديال الطاقه، يا اما غادي نصبر واحد شويه ونتحكم في داك الرغبه ديال الاكل، وديك الساعات غادي نعرف بانه راه غادي نمشي نستمد الطاقه ديالي من المخزون، والمخزون الطاقه في الجسم هو الدهون، وغنتخيل ديك البلاصه اللي ما كتعجبنيش بذاتي، وغنعرف بان ديك الساعات راه كتم اتخاذ الدهون منها باش كنستمد انا منهم الطاقه. طيب صافي فاطمه الزهره، واضحه الفكره؟ وما تحرميش راسك، يعني غادي تاكلي عادي، بغيتي طاجين ما كاينش مشكل، بغيتي خبيز ولو انك غتاخدي حاولي ما تغمسيش، راه عرفتي راه طريقه الاكل كيكون فيها الفرق. حيت الا غمست داك الليدام اللي كاين في المرقه، راني غادي نصفو في داك، راه بحال البونج داك طرف الخبز، وداك الليدام ديال اللي استعملتو ديال اللحم حتى هو راه قاطر في ديك المرقه. اذا نحاول واخا غادي ناخذ خبيز، نحاول ما نغمش. طيب غادي ناخذ السؤال ديال فاطمه معنا من الرشيديه، وكنشكرك يا فاطمه الزهره. السلام عليكم فاطمه. السلام عليكم. صباح النور، شو اخبارك؟ لاباس عليك؟ كل شيء مزيان. كي دايره الدكتوره معاك؟ الله يسلمك، بارك الله فيك. الله يحفظك. انا عندي تكيس المبيض وكنحاول نحمشي، عام هذا مازال ما حمش، ما جاب الله. شنو هو النظام الغذائي اللي نتابع؟ لانني عندي الكرش بزاف، هذيك الثانيه الكرش. شحال فيك في الوزن فاطمه؟ هي كانت هي 72، دابا هي 77. 77 كيلو تقريبا، هذا نفس السؤال بحال فاطمه الزهره اللي كانت قبل. واش سمعتيني الجواب اللي عطيتها؟ طريقه الاكل كيفاش؟ ما سمعتيش. الاكل ديالي انني كناكل بالزربه، ديما كناكل بالزربه، كنحاول ناكل بشويه ولكن والو ما كنقدرش. والخبز خلاص عطيها حكا، كل وجبه تحب عطيها الخبز. واخا تاخدي الخبز، خدي غير بالعقل، يعني غادي تاخدي تقريبا، غتكوني كتاخدي خبز الدار ياك؟ اه خبز الدار. دابا حنا غادي ناخدو غير في المثال الخبزه ديال الباتيسري ديال الزنقه، لانها كتكون مقننه فيها 200 غرام. غتحاولي تاخدي الربع ولا الثلث ديال الخبزه في كل وجبه، ما تعديهش، هادشي في الاول. وغتبقاي غادا وكتنقصي بشويه بشويه، ربما تحيدي الخبز ديال العشاء من بعد واحد شويه، حتى غتوصلي انك تحيدي الخبز ديال الغداء وتكفاي غير بالخبز اللي غادي تاخديه في الوجبه ديال الفطور. واخا. وبالنسبه للسكر، السكر حتى هو ما كان، حاولت انا نحيدو كاع ولكن ما قدرتش. فاش في اتاي؟ في اتاي، المهم كل شيء خصو يكون عندي حلو. حلاوه هذا. مع ان الانسولين عندي، ما يعني هذاك المشكل انه اصابت التكيس المبيض. وهذا الشيء حتى هو ما يعاونكش.
وانت دابا عندك واحد الهدف هي انك خصي باغا ديري وليدات ان شاء الله. اذا ضروري من شويه ديال التضحيه. راه اش غديري؟ راه السكر ادمان. ادمان ادمان يعني غادي ديري واحد سمحي لي قطعتك واحد توصل واحد الوقيته ديال 4 د العشيه صافي لك شي حاجه حلوه لا واخا كاين واحد الماده اللي نقدروا ناخذوها مع ديك 4 ل 5 د العشيه تريبتوفان غتلقايها يا اما هي من المكملات الغذائيه غتلقايها يا اما في الفارماسيان يا اما في الباغا فارماسي هذيك تريبتوفان تريبتوفان هادي كتحكم كتخلينا نتحكموا في ديك الرغبه ديال السكر اللي كتجينا في العشيه نحاولوا ناخذوها مع 4 ل 5 د العشيه. هذا مكمل غذائي. هذا مكمل غذائي اللي غادي يعاونك باش 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 تحبس عليك ديك الشهوه ديال الحلاوه ديال العشيه. واخا ان شاء الله. صافي هي فاطمه وشوف خاصك شويه ديال التضحيه والعزيمه الا بغيتي توصلي للهدف ديالك. ما تبقاش تضيعي الوقت. حاولي تمشي على الاقل واحد نص ساعه حتى ساعه الا ربع يوميا. لو غير الدار 24 ساعه 24 سبعيه. بغيتي الوليدات فاطمه لبسي السبرديله ونوضي تجري. ديري شويه الرياضه والرجيم لانه ما يمكنش هذا الشيء كامل اللي كتقولي وحسيت بفاطمه بحال بغات شي عصا سحريه تحيد هذا الشيء كامل. لا دائما تنقول واش الوزن كيجي ويتزاد بين عشيه وضحاها واش غير في ليله وحده صافي كيجي كيتراكموا داك الدهون ولا داك الوزن مين لا كيكون عبر سنوات بعد النوبات ماشي الا بعد النوبات اللي كيكون واحد الوزن كيجي دغيا ربما حيت كيكون اضطرابات هرمونيه او لا ربما كدوز ازمات نفسيه اللي كتخلي الانسان كيمشي للماكله وكيبدا تياكل بواحد الشراهه وكيتزاد الوزن في واحد الوقت وجيز ولكن غالبا ما انه الوزن كياخذ وقته باش عاد كيتراكم. اذا بشويه علينا حتى باش نضيعوه راه غادي يمشيو بشويه علينا. طيب فاصل وانا صيف التغذيه والحميه العلاجيه 0522 77 24 24. كريمه معنا من وجده. السلام عليكم كريمه. وعليكم السلام لاباس. كي دايره مع الصحه؟ كلشي مزيان الله يحفظك. بغيت نسول الدكتوره ثناء الا جات على خاطرك. مرحبا لا كريمه مرحبا تفضلي. الله يحفظك. انا عندي قولون عصبي وهذا القولون العصبي بحال اللي يعني دايرني على حياتي ما مخلينيش نخدم حوايجي على خاطري كتجيني الدوخه كتجيني التقيه ومؤخرا بقى يجيني حتى ضيق في التنفس ما كنقدرش نطلع النفس راسي توجور واجعني ودائما كتجيني باغيه ناكل ولكن ملي ناكل كنبغي نتقيه وربما هذيك لا ميغرين اللي دايره لك هذه الحاله. عندي دائما راسي كيوجعني دائما. وخصك تشوفي واحد الطبيب ديال غتمشي ولا بد تشوفي الطبيب ديال الاعصاب لو نورولوج غتمشي تشوفي على هذا المشكل ديال الدوخه وعلى المشكل ديال حريق الراس وغتشوفي واش ما كاينش مشكل ديال الطونسيون خصك ايضا تقلبي الطونسيون ديالك. عندي دائما الطونسيون عندي لاباراي في الدار دائما كنعبر كنلقى 10 6 10 6 10 6 طايحه كتلقيها طايحه واخا وشوفي واش ما كايناش شي انيميا. درت لي زاناليز مزيانه مره وما لقاوش عندي الانيميا. لا ياك ما كايناش ولكن راه ضروري تمشي عند انوغولوج باش يشوف شنو مشكلك مع على هود هاد لا ميغرين والدوخه. ما يمكنش تكون هادشي عادي. وكندير زعما الرياضه كنكون حاسه راسي يعني كنمشي راسي واجعني ملي ندير الرياضه كنحس راسي مزيانه ولكن بحال الحوايج اللي كان هكا نجري فيهم ولا نقصد فيهم ولا بحال الحبيله الا درت الحبيله كتجيني كتدوخي كتجيك الدوخه كيدور. ضروري كريمه ما تمشي تفحصي هادشي وتشوفي منين جاي ما يمكنش هادشي يكون بدون سبب. وبغيت نسولك دكتور الله يحفظك بالنسبه للوزن عندي دائما ناقص الوزن ما كنزيدش في الوزن واخا زعما ناكل ماشي ما ناكلش ولكن ما كنزيدش في الوزن. ولكن قلتي لي واخا كتاكلي كتجيك التقيؤ. ولكن ما كنتقياش ولكن غير ديك لي فوميسمون كتجيك غير كتروعي. وا غير كنتروعي وربما هادشي كيحبسك من الماكله ما كيخليكش تاكلي على خاطرك. فوالا ما ناكلش على خاطري ولكن واحد شويه عاود كيجيني الجوع.
وانا تنظن بان المشكله غتكون جايه من لا ميغرين هي الرئيسيه اللي خصك تحاولي تعالجيها، راه غادي تقاد لك كلشي لاخر، شي لاخر كله غادي يتقاد. لحقاش دائما انا بلي نعقل على راسي وانا في ما بين 59 كيلو 60 كنزيد كاع في شحال فيك في الطول كريمه؟ في 170 ناقصه شويه كان... خصك على الاقل توصلي واحد 65 67 كيلو. وصلت ل 63 وهاد المره هكايا نقصت وليت ل 59 4 كيلو ولا 5 كيلو كنهودها ضربه واحده. ومنتظمه في الوجبات ديالك كاملين؟ كان نفطر مع 8 ونص، كانت غدا مع الوحده الزوج الماكسيموم، كانت عشا مع 8 9. واخا واللي معاك في الدار واش كيقولوا لك الماكله ديالك قليله ولا لا؟ كيقولوا لي الماكله ديالي عاديه، واش هي ما كناكلش الخبز، الخبز ما عنديش معاه بزاف. او مزيان ورينا اختي كي كديري، عطينا الطريقه. الخبز والو ما كناكلوش كاع يعني. ولكن واش كتعوضيه بحاجه اخرى؟ كتعوضيه بشي حاجه ديال القطاني، روز ولا عديسه ولا لي بات؟ كيعجبوني غير لي بات، ما العدس ما كتعجبنيش، الرز ما كيعجبنيش. والبروتينات كتاخديهم ولا لا؟ اللحم الدجاج، اللحم الدجاج، الحوت، البيض؟ لا هادو كنكونسوميه، ما كنكونسوميش البيض بزاف، البيض اللي ما كناكلوش. اللحم والدجاج والحوت كتاخدي، الخضرة كتاخديها، الفواكه؟ كناخد الفواكه ما كنكونسوميهمش بزاف، يلاه كناكل البنان هو اللي يمكن ناكلو ولا شي هدية. ومشتقات الحليب؟ مشتقات الحليب مزيان اللي ذكرتي هادي، بالنسبة لمشتقات الحليب ملي نشربهم بحال اللي شربت الماء القاطع. عندك حساسية ليهم؟ وا من الحليب ما كنقبلوش. واخا ماشي الحليب ولكن الجبن كتقدري تاخديه ولا لا؟ الجبن كناخدو يوميا مع زيت العود، ما كيدير لي حتى شي حاجه، ما كيدير لك والو. وداك الجبن اللي كيكون قاصح واش كتقدري تاخديه في وسط النهار ولا لا؟ تنظن ولا بد تدخليه، هذا راه ما يضركش، دخليه في الوجبه، حاولي تدخليه في وجبه الغداء، يا اما ديريه في شلاضه يا اما ديريه حتى الاخر ديال الوجبه. وهاد المره شفت واحد الاخصائيه ديال التغذيه دارت واحد لا فيديو على الكرم، كنديروه مع الملح الحيه وكنخليوه في الماء ديالو لمده ديال 4 ايام، من بعد كنبقاو نكونسوميو هكا معاه. مزيان هذا، كينمي المناعه ديال المصران. وهذا درتو زعما البكتيريا النافعه، البكتيريا النافعه هذه مزيانه، هذه غادي تستافدي منها. وزعما غير الوزن، بغيت زعما ما كرهتش نزيد في الوزن دكتور، زعما شي حاجه ناكلها يعني، شي نظام نتبعو باش زعما نزيد شويه في الوزن. شوف الوجبات ديالك خصهم يكونوا منظمين، خصك تاخدي مثلا في الوجبه ديال الفطور غادي تاخدي حبوب كامله، غادي تاخدي بحال اللي كديري خبيز وفروماج وزويته بلديه، غتزيدي فاكهه في الصباح ياك. وبالنسبه للوجبه ديال الغداء كيف قلت لك دخلي، ولا بد خصك يكون عندك انفيكولون يعني عديسه ولا رويزات، قلتي ما كتاخديش الرز ما كتاخديش الخبز، وما يمكنلكش تاخدي تعتمدي غير على لي بات دائما، وتا الا خديتيهم غتاخديهم من الحبوب الكامله فهي افيد. ودخلي كيف قلت لك الجبن، ولا بد تاخدي فاكهه مع هذا الشيء. والوجبه ديال العشاء عاوتاني نفس الشيء. وتقريبا بالنسبه للبروتينات بداي بشويه بشويه، في الاول غتكوني 100 غرام وتبقاي غدا وكتطلعي توصلي ل 150 180 غرام صافي. فكريمه بحال انا ملي كنمشي لاصال، ملي نجي كندير واحد العصير ديال فيه الحليب. واخا اشنو كديري في لاصال؟ غير الايروبيك زعما حركات اللي خفاف. انا نظري حتى هادشي غادي يزيد يعاونك في انك تهبطي الوزن وما تقدريش تخلفيه. الرياضه اللي مسموح بها بالنسبه للناس اللي باغين يخلفوا الوزن هي رياضه ديال العوم، لانك كتخدمي العضلات ديال زعما الذات كامله، وكتجوعك كتخليك انك تاكلي شويه اكثر. نعم طيبه كريمه، كنتمنى ديري بالنصائح ديال الدكتوره سناء العناني. ناخذ فاطمه الزهراء من الدار البيضاء. مرحبا فاطمه الزهراء.
الو وي السلام عليكم. وعليكم السلام لالا، مرحبا. جو ميرسي بعدا كاين على ليميسيون ديالكم وكنشكركم ديما انا والوالده ديالي. مرحبا. بغيت نسول الدكتوره الله يجازيك بخير. مرحبا. انا ديرنييرمون لقيت عندي لابني دو سومي و نورمالمون انا عارف بان راه سي ا كوز دو لاغريس اللي تجمعات لي على العنق وعلى لو فونتر و ديرنييرمون ما بقاش كندير بزاف لا حركات لا كنتمشى لا والو. دابا بغيت جيمري بيان مو ديباراسي من هاد لاغريس او كان كنت كنتخنق درت داك الراديو ديال الليل خرجوا لي 7 فوا باغ اور هادي شي 2 فوا في حياتي كاع اللي غيبت شي 2 فوا ا كوز دو سي تابني دو سومي و جو بونس راه كلها جايه من هاد لاغريس يمكن. المهم قال لي الطبيب قال لي خصك تمشي 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 ولكن اش نمشي اسكو سي سوفيزون ولا خاصني ندير دي موفمون ولا خاصني ان ريجيم ولا واش دايره 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 لاباراي ديال لابني دو سومي في الليل ولا لا؟ لا ما خرجهاش ليا قال لي انت ما فايتاش 17 فوا قال لي خصك تكوني قال لي عندك ليجير ولكن خصك يفو زعما يفو خصك تنقصي من الوزن باش ما تزيديش في الحده ديال هاد لابني دو سومي. دابا ما حقاش انا كنت انا عندي فيا شي مترو 56 وكانوا كانوا نورمالمون كنت كان فيا 65 360 مي دابا ملي كنت عند الميدسان لقيت فيا 72 دونك طلعت ما رديتش البال راسي سي ديغني زاني وفتات ولات فيا 72 دابا. شحال في السن ديالك فاطمه الزهراء؟ انا 52 وجاتني لا مينوبوز بقاش جافي ان كونسير دو سان دونك مشاو لي لي هرمون بكري وداك الشيء دونك وكنت عندي لا تيرويد كناخذ 100 داك هذوك الميديكامون فتحت على دو فوا فتحت مره الوحيد اللي غير لو بدغوا على لاج دو 19 اون وبقيت عايشه بداك لا مواتي حتى 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 جاني لو كونسير وديك الساعه لا راديو ثيرابي. فين جاك الكونسير؟ جاك في داك لو سا كان عندي كان عندي غراد 2 تي 3 كان عندي 3.6 داك لو نودول 3.6 دو غران اكس كان عندي في لو سا دغوا ومهم حيدو غير النودول وداكشي درت كاع داك البروتوكول ابار لورمون ثيرابي قال لي ما عندكش داك ني با ديبوندو ما عرفش واحد لورمون قال لي ني با ديبوندو تي نو با بيزوان دو لورمون ثيرابي. مزيان الحمد لله على سلامتك. ماشي الله يسلمك وين جيكم. مي دابا انا مره بعد ما سكنش في الريجيم كنحيد السكر دابا حد الان اتاي كناخذ بلا سكر ولكن مره كناخذ كونفيتور مره كناخذ شوكولات مره المهم في حوايج اخرى ما كنكثرش وفي نفس الوقت في نفس الوقت بعد ما كيجوني ديكو كيما قال داك السيده توتالو كيجيك واحد ديكو خصك كنبغي شي حاجه حلوه كنمشي ناخذ شوكولا نوار ولا فهمتيني؟ لا شوكولا نوار ما فيها باس كاع نقول لك خذيه حتى يوميا ما عنديش مشكل ولكن بالنسبه لي قبل ما ننعس بعد ما كتجي لك داك الحاله قبل ما ننعس اذا كان شوكولا نوار زعما عالي في النسبه ديال الكاكاو ما عنديش اشكال ولكن انا لا فاطمه الزهراء نعم لا فاطمه الزهراء دابا انت عارفه بان السرطان شنو اللي كينعش داك الخلايا السرطانيه من غير السكر؟ هو السكر. اذا انت راه خصك يكون العدو اللدود ديالك هو السكر وقله الحركه. هادو جوج حوايج اللي بعدا على ود المرض ديالك اللي كان واللي ما خصوش ان شاء الله ما يعاودش يرجع. خصك تحاربي هاد جوج حوايج. وحنا راه كتكون عندنا دابا ديما داك لابور من لا ريسيديف ومن لا ميتاستاز هادو الشيء كيخلي دابا راه انا دابا عندي التحاليل دابا قدام عيني وباقي يعني الله عندي في هذا اليوم لو كونترول ديال العام وخرجي لي عمر ما كانت عندي كوليسترول طالع كان لقيت دابا في كوليسترول 2 تيشوف 2.4 يمكن في توتال كوليسترول توتال 2.44 ودار لي نجمع على الليمفوسيت دار لي فيها على واحد النجمه ما عرفتش واش هي دار لي فيها 20% و 2124 وهي نورمالمون دون لا نورم لاقاش كاينين هنايا اونتخ 1000 و 3500 ودير لي ثاني فيتامين دي 17.08 انا فيتامين دي ناقصه ديما ناقصه فيتامين دي وديما كتاخدي اون سوبليمونطاسيون كتاخدي الدواء؟ لا ما خديت والو ما كنبقيتش كناخذ والو لا الفيتامين دي ولا بدات تاخدي اون سوبليمونطاسيون غادي تعاونك واش جورنالي ولا تعلمه دابا لا غادي تمشي عند الطبيب هو اللي غادي يعطيك ما ديريش ما كايناش لوطو ميديكاسيون ما نمشيوش نديرو ناخذوا الجرعات ديال الفيتامين دي مديتنا لراسنا لان ما غاديش نعرفوا الكميه اللي خصنا ناخذوا والمده ديال العلاج ديال التريتمون ما يمكنش
وعندي داك لونتيجين ديال داك سي ا 15 عندي فيه 14.81 والعام اللي فات كانت عندي فيه 14.56 لقاش كيعطيوك هنا داك ليستوريك في هذا وسميتو هذا بالنسبه لاكشي ديال الكبده المهم بان ليا مزيان كبان ليا في دون لي نورم بقى عندي غير مشكل ديال هاد لابني دو سومي وكتجيني واحد لا ميغرين كتجيني بحال قلتي بيريوديك كنطيحني النهار كله ما كنقدرش مازال نحل عينيا ولا نهز راسي وكتجيني لي فوميسون وكتفيقني مع 3 د الصباح كنحس براسي ثقيل من الصباح ما كنجي فيه النوض صافي ما كنقدر نشوف لا ضو ولا هذا داكشي بالفيت مشيت نيورولوج مشيت نيورولوج عطاني واحد تريتمون قال لي ديريه ما تقطعيش ولا ملي خلعني قال لي ما تقطعيش قلت بلاتي نمشي نشوف بدا كاين الالرجي قاش ديجا كانت عندي الالرجي من الصغر كانت عندي الالرجي ديال الكوروندير وديال لي بولين وديال ديال لابوسيير ديال لابوسيير فوالا ودابا الدار البيضاء بحال ما كاملين والله الا كلشي ودابا مشيت بحال ما كاملين لو مادو درت تيست خرج لي قال لي عندك ديال لي بولين وعندك ديال لي زاكاريان وخرج لي واحد الرشاشه كنديرها في الصباح وفي الليل وكا واحد الكومبريمي ديال دوك لي اونتي هيستامينيك ولا ما سميتهم قال لي هذوك حتى تكملوا قال لي ما ديريش تريتمون تاع نورولوجيك حتى تتحيدي هذا ديال واخا فاطمه زهره غير باختصار لانه معنا مستمعه في الانتظار باقي شي اضافه دوك الله يجيب الشفاء حنا فهمناك فاطمه زهره الله يجيب الشفاء فاطمه زهره بعدا غير هاد الدواء ديال الحساسيه والمغال تا هو المهم واش لا المغال هو اللي خصو يكون ممتاز ولا من لافيريتين اللي عندي فيها 46.17 انا كان ديما كنكون عندي الانيمي حتى هي لافيريتين شحال عندك مزيانه 46.17 ومزيانه مزيانه آه. راه كاين اللي عنده غير 3 و 4 ما كناكلش اللحم ما كناكلش الحوت كناكل مره البيض مع الحوت علاش ما كتاكليش الحوت الحوت الا كل انا اللي عزيز عليا السر ديال ما كناكلو كيدير لي داك كرشي ديما من الفوخة كيدير لي دوك كيبدا نرجعو النهار كله كيضرني وما كاينش غير السر ديال خدي حوت اخر مزيان لك بالنسبه لك انت مزيان الحوت وعندي ديما حق داك لي غاز ما كرشي من الفوخة شنو نقول لي شافني يقول واش عندك دوما فهمتي واخا فاطمه الزهراء تفضلي دكتوره سناء العناني شنو النصائح اللي غتعطيها باش نختمو بالنسبه لفاطمه الزهراء ولا بدا خصها بعدا تنقصها الوزن لان عندها 72 كيلو بالنسبه للمتر 56 خصها توصل 63 كيلو يعني خصها واحد 9 الكيلو هي القليله انها تحيد فاطمه الزهراء كيف قلتي لنا بانه كان عندك مرض السرطان الحمد لله تشافيتي منه ولكن كيف قلتي الخوف انه الله لا قدر الله يرجع ولا هذا اذا السكر ما عندناش اختيار زعما ما عندناش خيار اننا ناخذوه ولا ما ناخذوش ما خصناش ناخذوا السكر لانه كينعش اكيد الخلايا السرطانيه من جهه اخرى غادي ساهم في انك ما تقدريش تنقصي الوزن اذا ما يمكنش ولا بد من نشاط رياضي باش غادي تقدري شويه تنقصي الماكله خصها تكون على 4 ساعات ما ناكلش تنقلب على الشبعه ونقص من المقليات طيب غادي ناخذ ايمان معنا من الدار البيضاء وغادي نطلب منك السرعه في الاداء يا ايمان اهلا وسهلا دكتورة صافا لاباس عليكم مرحبا تفضل إيمان أنا كان فيا مترو 65 في شهر 5 ماي كانت فيا 98 ودارت الريجيم دابا وصلت بحال اليوم تعبرت لقيت فيا 74 بحال برافو عليك برافو عليك من شهر 5 لدابا يعني في 4 شهور كندير الصيام المتقطع في أول شهر الأول حيت السكريات النشويات دابا رجعتها 50 غرام النشويات في النهار السكريات نحيدها بالمرة دابا يبقى عندي ترهلات واش ندير حيت كندير الصيام ما كنتيش كتاخدي اللحوم كفايه كناخد لي بروتين اكثر من لي كيتولون داكشي لا كتاخديهم مزيان لا كناخد الحصه ديالي هادي لي بروتين دابا واش ندير هدايا الناطاسيون زعما كيفاش تجمع لي الترهلات ممتاز معلومه الا درتي لا ناطاسيون غتخدم لك العضلات ديال الجسم كامل صافي حيت كندير غير لا مارش والسؤال الثاني كنشرب واحد المشروب الصباح فيه 250 مليلتر ديال الماء كندير فيها معلقه كبيره ديال القشور القاطونه و15 غرام ديال الملح الهيمالايا شنو هي القاطونه؟ واحد البذره هي كناخذ انا كنجيبها مطحونه من المانيا ما كناخذش ديال المغرب حيت جربت ديال المغرب ما عجبتنيش لا تيكستور ديالها علاش كتصلح؟ بحال كتنفخ كتسد الشهيه هي اون فرونسيس كون ابيل بسيليون جو بونس
داكوغ اها واخا كنديرها هي كندير 250 مليلتر مع معلقه كبيره وكنز غرام ديال الملح الهيمالايا كنخلطهم وتنشربهم هكذايا صباع على الريق كيشدوا لي الشهية كنقدر بحكا نقدر ناخذ غير وجبه وحده في النهار ما عندكش مشكل ديال ارتفاع الضغط لا 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 بحال كنقدر نبقى حتى الخمسة العشرين ندير ان سول غوطا اوميد بحال هكا كناكل هذاك لو غوطا في كل شيء فهمتي صافي ما تيبقاش يجيني الجوع وانا في الحقيقه هذاك ديال وجبه وحده كتجيني شويه قاصحه بالنسبه للناس وهذا الشيء حتى هو راه كيترتب عليه ترهلات حيت واخا كتاخذي البروتينات في ديك الوجبه فما كافينش لان خصنا جوج الوجبات اللي كيكونوا كيحتويو على بروتينات ومني كينقصوا لنا البروتينات في التغذيه ديالنا عليها كيكونوا هاد الترهلات وكيضيع الوجه وخاصه انك نقصتي 24 كيلو في 4 شهور راه شويه الوتيره سريعه جلده طيب. ما كتقدرش تتبع اذا ولا بد خصها الرياضه انا بالنسبه لي هذا المشروب صعيب حتى هو شويه يقدر يؤدي الى ارتفاع الضغط ولفت انه كيحبس ليها الشهيه بصفه نهائيه حتى الخمسه د العشيه ما تنصحكش ايمان انك تبقاي تاخدي غير وجبه وحده في النهار طيب. جوج الوجبات مزيان نفتحوا الاسئله ديال الاخوات عبر الفيسبوك فاطمه مجاهد كتقول لك دكتوره عندي طونسيون طالع كنشرب المعدنوس سكين جبير طري الحامض قبل الاكل ثلاثه ديال المرات في النهار واش هادشي فيه شي ضرر لا عافاك بالنسبه للناس اللي عندهم طونسيون طالع انا كنصحهم بواحد المشروب اللي يقدروا ياخذوه في حاله ما كيكون داك لو بيك هايبرتنسيف يعني كيطلع الطونسيون على بغتة في الدار ريتما الانسان يوصل عند الطبيب ولا يوصل للمستشفى كيقدر يدير واحد المشروب كيكون فيه الخيار ضريس ديال الثومه مع الماء كيطحنوا في البلاندر وكيشربوا تيهبط الطونسيون ولكن ما غنعتمدوش عليه هادشي غير ايتما انني نوصل عند الطبيب بهيجه كتقول لك في عمري 61 عام الوزن ديالي 56 الطول متر 54 شحال في الوزن 56 اها والطول متر 54 مزيان ايوا انا جايك عندي السكري كناخذ الفاني جوج ديال المرات لا كناخذ الفاني جوج المرات والانسولين بالليل عندي لي بلاكيت طايحين بزاف ومؤخرا عرفت بانه عندي الكواتر وعندي حجره في المراره بهاد المشاكل الصحيه اللي كتعاني منهم كاملين بغات تعرف شنو قد دير وخصوصا في التغذيه دكتوره سناء بالنسبه لها بعدا غادي تحاول تضبط مستوى ديال السكر ديالها انا ما عرفتش علاش وصلت لانها تاخذ حتى الانسولين بالليل حيت اذا كان السكر ديالها مضبوط فغادي هادشي غادي يبان ليا في الدواء مادام كتاخذ جوج دوايات زائد انسولين يعني ربما ما عندهاش واحد التوازن ديال السكر في التغذيه ديالها نهربوا من السكر السريع نقلبوا على السكر البطيء لان حنا بحاجه ليه باش كيعطينا كنستمدوا منه الطاقه خلال اليوم بالنسبه لي بلاكيت ضروري ما خصها تشوف الطبيب ديال الدم امراض الدم وبالنسبه للكواطخ ما عرفتش واش عندها الغده نشيطه ولا عندها خمول كان عندها خمول غادي تحاول تقلب على المنتوجات ديال البحر يعني الحوت فواكه البحر وتاخذ الملح المزود باليود في زعما في الماكله ديالها اليوميه كان على العكس وتفادى المكور والعائله ديالو يعني البروكولي شوفلور لي شو هادو تفاداهم كان على العكس عندها نشاط في الغده الدرقيه غادي تتفادى منتوجات ديال البحر ما تقلبش عليهم وغتبعد من الملح المزود باليود رجاء كتقول لك عندي تكيس المبيض عندي وزن زائد 90 كيلو وطول متر 60 بغيت شي حميه نقص الوزن وباش تقاد حتى الهرمونات 90 30 الا نقصات الوزن غادي تقادوا لها الهرمونات فالناس اللي كيكون عندهم لي زوفير بوليكيستيك اولا تكيس المبيض غالبا ما كيكون عندهم المشكل ديال السمنه كتصاحب هاد المرض حميه عاديه غادي نقص من الماكله غنقص من الليدام غنقص من السكر غادي نقاد الهرمونات ديالي وغنقاد الوزن ديالي هذا هو اللي كاين شكرا لك دكتوره سناء العناني شكرا على وجهك مرحبا التغذيه والحميه العلاجيه وطب التجميل للتواصل معك دكتوره
بالنسبه للاسئله ديالكم مرحبا بكم في الصفحه ديالي في على تيك توك سناء العناني اس ا ان ا ا ال اي ان ا ان اي او في الانستغرام دي ار تيغي ديال 8 سناء العناني اس ا ان ا ا ال اي ان ا ان اي. وبالنسبه للمواعيد مرحبا بكم في العياده 05 22 36 54 56. شكرا لك دكتوره سناء العناني. شكرا ايضا لفيصل فرفار لعبد الرحيم حبيش الإخراج. شكر لزاهرة مجوب اللي كانت مسؤولة على البث عبر الفيسبوك. إلا فاتك الحلقة ديال اليوم أو أي حلقة من حلقات هذا الأسبوع غترجعي للصفحة ديال البرنامج حديثو مغزل معالمية على الفيسبوك غتلقاي الوصفات غتلقاي أيضا الفقرات اللي تيكونوا حاضرين معنا فيها الأطباء والخبراء. كنشكرك على وفائك. كنتمنى لك لالة شهية طيبة كانت معك لمياء المساوي.